وعيد الأضحى ببلادنا مناسبة للتضامن والتكافل الاجتماعي الذي يجمع جل المغرب. النموذج من دار الطالبة بجامعة سهول بسلا، أزيد من 120 من النزيلات بدار الطالبة واللواتي يقطن بالوسط القروي بعيدا من المؤسسة. التلميذات أكملن أجواء وفرحة عيد الأضحى داخل دار الطالبة بأنشطة ثقافية قبل التحضير للدخول المدرسي. الروبورتاج لمبارك إبراهيمي ومحمد الريشي. احتفال نزيلة المؤسسة بعيد الأضحى في ثالث أيام التشريق انطلق بنحر أضحية العيد في جو احتفالي بعد ترديد النشيد الوطني. هذه المبادرة تأتي لتمكين النزيلات من استكمال الاحتفال بهذه المناسبة بعد أن اضطررنا للعودة لاستكمال إجراءات التسجيل بمناسبة الدخول المدرسي. بعيدة من المؤسسة 50 كيلومتر وما قدرتش نكمل العيد في دارنا، وجيت هنا نكمل العيد حيث بحال دارنا بحال هي بحال هنايا عادي. حنا جينا هنايا باش نعيدوا هنايا حيت ما كملناش العيد في دارنا، وهاد الجمعية كتوفر لنا العيد الثاني ديالنا هنايا اللي ما قدرناش نكملوه في دارنا. الاحتفال بعيد الأضحى تميز بتقديم عروض غنائية دينية شاركت في ترديدها نزيلة مؤسسة دار الطالب بمنطقة السهول. هذه المناسبة كانت تدخل في إطار الأنشطة الثقافية والتربوية الاجتماعية اللي كتنظمها الجمعية، وهذه المرة بالتعاون مع مؤسسة دار الطالب، وهذه العملية كلها كتهدف إلى إدماج الأشخاص المكوفين لإخراجهم من العزلة باش يتلاقوا مع إخوانهم المبصرين ويحاولوا يحتكوا بهم. كل كيمشيو بعادين كيرجعوا نظرا للتحضيرات اللي كتكون في الدخول المدرسي، خصهم يقادوا حويجاتهم، خصهم غادي تنعاودوا معاهم عيد الأضحى وكنشاركوا الفرحة ديالهم وكنجمعوا البنات كاملين. نزيلة دار الطالب ويبلغ عددهن في المجموع أزيد من 120، يسكن عدد منهن في مناطق بعيدة عن المؤسسة بحوالي 50 كيلومترا، وهو ما جعل إدارة المؤسسة تبادر إلى تنظيم احتفالات ترفيهية لفائدة هؤلاء النزيلات في مثل هذه المناسبة.